السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم المبرمج أحمد محمدي. والنهاردة هنكمل الكورس اللي بدأناه، كورس تعلم إنشاء تطبيقات الأندرويد. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول ورك ستيشن في الكورس بتاعنا، وهي هتبقى عبارة عن هالو وورلد اكستنشن، هالو وورلد ورك شوب. إن احنا هنطلع رسالة من السيستم بيقول هالو وورلد. ان شاء الله هنستارت هنا كده، نعمل نيو اندرويد ابلكيشن، هنسميه مثلا ماي ابلكيشن. ماشي، وبعد كده نيكست. هنستخدم الايس كريم ساندوتش زي ما اتفقنا عشان يبقى من تارجت 100% من الديفايس اللي شغاله في البلاي ستور. نيكست. بعد كده امتي اكتيفيتي، اختار امتي اكتيفيتي حاليا. نيكست. مين اكتيفيتي دوت هيبقى اسم الكلاس جافا اللي هنكتب فيه الكود، والاكتيفيتي مين ده هيبقى اسم اللاي اوت اللي هو الاكس ام ال فايل اللي هيبقى فيه الديزاين زي ما شرحنا في المحاضرات اللي فاتت. هنسيبهم زي ما هو، هندوس فينيش. زي ما انتم شايفين بدأنا الاندرويد ستوديو. هنبدأ بقى نعمل البرمجة الخاصة بالبروجكت بالورك ستيشن اللي احنا اتفقنا عليها. اول حاجة هنيجي على اللي اوت هنا. ماشي، هنخش على التاب تحت هنا اسمها التكست، ديت بتحوله الاكس ام ال عشان نقدر نعدل فيها. اول حاجة انا مش عاوز التايب دوت من اللي اوت، هنشتغل في ريليتيف لي اوت. اللي اوت من اهم الحاجات اللي هنستخدمها في السيستمز دي في الكورس دوت، عشان خاطر هي المسؤولة عن بناء الواجهات بتاعت التطبيقات الاندرويد كلها. واللي اوت دي عبارة عن تصميم او نهج تصميم لواجهة الاندرويد عشان تبقى تحط التولز بتاعتك جواها. الريليتيف لي اوت ميثود ان انت ممكن تحط التولز بتاعتك او الفيوز بتاعتك في اي مكان في الشاشة هنا بايدك كده اهوت. ماشي، وهو بعد كده بس شوف الكود تلاقي بيقول لك دي بقى بعت اللي هي ليفت اوف بيرنت رايت اوف بيرنت، هو بيبدا يحدد لك مكانها بنفسه. بس احنا كمبرمجين لو احنا بنحب نعمل كده، لو حد له مثلا كان بيشتغل فيجوال ستوديو ولا حاجه يحب الموضوع ده قوي، بس هو مش عملي. الافضل والاكثر لي اوت مستخدم هو اللينير لي اوت، وده هنتعرض له كتير قوي في الفترات الجايه، لان اللينير لي اوت هو اللي بيرص لك العناصر بشكل معين. فانت لو مثلا مسك الموبايل وقلبه يبدا يري ارينج الموبايل بشكل معين. ان لسه هنتعلم الحاجات دي كلها، وهنستهتلاقي انه اكتر واحد بنستخدمه هو اللينير لي اوت، لان الريليتيف لي اوت لو هو هيساعدك كديفلوبر فهو هيتعب اليوزر. احنا عاوزين نتعب اليوزر، نريح اليوزر واحنا نتعب يعني، معلش. مثلا هنشيل ده خالص، تكست فيو اوت، وهنخش هنا مثلا نختار باتون. هنحطها هنا كده. عايزين الباتون ديت نعمل لها اي دي، هنسميها باتون، وهنغير التكست اللي مكتوب فيها. هديها ستارت باتون. ودلوقتي احنا عملنا ديزاين لشاشة فاضية فيها باتون، المفروض ان احنا لما ندوس على الباتون ده يطلع لنا رسالة تقول هالو وورلد. هنروح بقى على ملف، الملف دوت بالمناسبة موجود جوه ار اي اس لي اوت اكتيفيتي مين، ده التري بتاعته، التري بوزيشن بتاعه. هنروح برضو تحت اندرويد ابلكيشن جافا، وبعدين اسم البروجكت بتاعك هتلاقي تحتيه من اكتيفيتي، وده ملف الجافا اللي هنبدا نبرمج فيه، نكتب فيه كود الجافا بتاعنا.
زي ما انتم شايفين كود الجافا ده بيتكون من كذا حاجة. أول حاجة باكج نيم، اسم الباكج بتاعتك. تاني حاجة التولز اللي انت او دي ال الز او الكلاسز اللي انت بتستخدمها في الاكتيفيتي بتاعتك، بات اكتيفيتي وباندل، وهنشرحهم في يعني هنعدي عليهم واحدة واحدة، بس دلوقتي خلينا نشرح المهم. هو بيقول له هنا ايه، void on create، يعني الدالة دي بتحصل تنفذ اول ما الاكتيفيتي ده بيت كرييت، بيروح على سوبر اون كرييت ديت، طبعا عشان خاطر هي ديت ورثة من كلاس مفروض اي بي بي كومبات اكتيفيتي، فبينفذ الكود اللي موجود في الاون كرييت بتاعها، بس ده مش موضوعنا. خلينا في دوت سيت كونتاكت فيو، سيت كونتنت سوري فيو ار دوت لاي اوت اكتيفيتي مين. اكتيفيتي مين ده اللي هو ده، يعني هو بيقول له اول ما تقول كرييت هتخلي الكونتنت فيو، هتخلي الكونتنت اللي ظاهر للشخص اللي بيستخدم ابلكيشن هو الار لاي اوت الاكتيفيتي مين. طبعا هتلاقوا دايما اللي الاسم بتاع الاي دي بتاع اللاي اوت اللي انت بتستخدمه، او اي طبعا هيبقى في مالتيبل لاي اوت هنا هتلاقيها موجوده في ار دوت لاي اوت. احنا بقى هنعمل ايه، هنعرف الباتون. هنا الباتون دوت هو لو نقوله باللون الاحمر عشان خاطر هو مش مستخدم ساعات، وانت بتكتب كده كده يقوم جاي كاتبه لك لوحده. لو ضغطت انتر بعد ما تكتب الاسم دخل لك الكلاس بتاعه لوحده، او لو ما كتبوش هتلاقيه احمر كده اهوت. لو وقفت عليه ودوست الت انتر امبورت كلاس خلاص اهو جه هنا عشان تبدا تستخدمه. نسميه بي تي ال مثلا يساوي دايركت كاست. find view by id r dot id dot كنا مسمينه button كده. كده انا بقول له ايه، بقول له اعمل لي متغير اسمه بي تي ان نوع button، وحط لي فيه القيمه اللي هترجع من هنا بالاي دي دوت. الاي دي دوت طبعا احنا كنا كتبناه لما كنا هنا غيرناه اهوت اهو، ونحطها بالشكل التاني الاي دي اهوت باتون ماشي. نرجع للاكتيفيتي تاني، فانت بتقول له اللي بيرجع من هنا حطه في متغير نوع باتون، بس لازم تعمل الدايركت كاست ده كده وهتعمله كتير يعني في المستقبل. ليه؟ لان اللي بيرجع من هنا بيرجع نوع اوبجكت، اوبجكت مش هيفهمه التايب باتون، فانت بتقول له لا على ضمانتي، معنى يعني الكلمه دي ده على ضمانتي اللي راجع دوت نوع باتن. طبعا لو نوع تاني هيديك اكسبشن على طول ويوقف لك السيستم. اكسبشن يعني ايرور يعني خطا. هنقول عشان نحط له بايرنت باتن دوت سيت اون كليك ليسنر نيو اون كليك ليسنر، هتلاقي الكومبايلر كتبه لك لوحده خالص الايديتور بتاعك. فبيقول لك ايه هنا الاون كليك ليسنر ايفنت، في هنحط جواه الايفنت دوت اون كليك ليسنر فيو دون اون كليك ليسنر، وجواه الميثود الاوفر رايد ديت بابليك اون كليك فيو في. دي معناها ايه؟ معناها ان اول ما هدوس على الباتون دوت هنبقى رابطين بيه الايفنت دوت ماشي. هنبدأ نستخدم مسج، والمسج هنا في حاجة بسيطة ليها اسمها توست. توست اللي هو حاجة خفيفة كده يعني زي التوست اللي بيستخدموه في الميكرويف. توست نوت ميك تكست، أول حاجة هنا هتكتب اسم الأكتيفيتي مين، سوري مين أكتيفيتي دوت ذس، بياخد أول متغير أول بارامتر له اسم الكونتكست اللي انت شغال فيه. تاني حاجة التكست نخليها هلو وورلد، وبعد كده هنبدأ نستخدم اللي الديوريشن. الديوريشن دي المدة، في هو عامل لك مدتين توست دوت لونج
لونج لينس لونج ولينس شورت. احنا يعني نستخدم اللونج تقريبا 6 ثواني والشورت 4 ثواني تقريبا. يعني نستخدم اللونج، بعد كده هندوس دوت مسج شو عشان يظهر لينا. احنا عملنا ايه كده؟ عملنا باتون تغير، حطينا فيه قيمة او اي دي الباتون اللي هو موجود في الاكتيفيتي مين بتاعنا، اللي هو طبعا الكونتنت فيو دوت عامل له لود. وبعدين حطينا له كمان ايفنت او حدث عليه ان هو عند الكليك يظهر فيه تنفذ الميثود ديت، ماشي، اللي هي هتبقى، وحطينا في الميثود ديت توست دوت ميك تكست عشان ايه نطلع رسالة هالو وورلد زي ما الورك ستيشن عاوزين نعملها من البداية. حران هشوف لك الأجهزة الموجودة على الجهاز. طبعا احنا اتعلمنا ازاي نعمل كريت نيو فيرجوال ديفايس، او ان انت مثلا لو في كونكتد ديفايس هيظهر لك ان هو نختار نكسس 5 ده نكسس سوري 5، وهنستنى يلود. زي ما انتم شايفين اهو اتعمل لودنج، ظهر عندنا الابليكيشن اللي احنا عملنا له لسه عاملينه دلوقتي. او زي ما انتم شايفين لو جبت الاندرويد مونيتور هيجيب لك كل العمليات اللي بتحصل فيه. الران دوت طبعا بيقول لك الحاله اللي هو حصل فيها دلوقتي، الابليكيشن حصل له لانش بعد طبعا ما نزل على الجهاز. مثلا خلينا في الاندرويد مونيتور ديت هنحتاجها دلوقتي او هنحتاجها يعني في الفترة الجاية. هو احنا عندنا دلوقتي الابليكيشن اسمه ماي ابليكيشن، ايوان. احنا المفروض بقى دلوقتي ان احنا ايه نتست الابليكيشن بتاعنا بان احنا ندوس على ستارت باتون فيظهر لك ايه التوست. التوست دي طبعا شفتوها في مسجات في برودكتس كتيره، يعني بتظهر كده حاجه خفيفه يعني ما بتاخدش مساحه كبيره في الرام، فعشان كده تلاقي معظم الديفلوبرز بتستخدمها توصل بيها رساله معينه للشخص اللي هو الموجود. هو المفروض بس ان هو يعرف حاجه معينه طالعه من داخل السيستم، بتدوس ستارت دوس ستارت او وات ايفر الايفنت اللي هيحصل. المهم ان التوست دي تطلع له في النهايه زي ما احنا شايفين كده. وبكده ينتهي أول ورك ستيشن عملناه النهاردة، وإن شاء الله نلتقي الحلقة القادمة من كورس برمجة تطبيقات الأندرويد. وأتمنى تتابعوني وتنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناة، وأتمنى الكورس يكون حتى هذه اللحظة موافق طموحاتكم. وبالنسبة للناس اللي بتسأل عدد المحاضرات قد إيه، يعني أنا حتى هذه اللحظة محضر حوالي 50 ورك ستيشن، ممكن يوصلوا لحوالي 50 محاضرة مبدئيا يعني. بس احنا هنخش في مرحلة متقدمة، هنستخدم جرافيكس، وهنستخدم ازاي نعمل الابليكيشن كامل، ازاي نشتغل مع الكلاود، ازاي يعني ازاي ممكن في النهاية تبقى انت محترف تعمل تطبيقات اندرويد، بحيث تقدر تكتبها في السي في بتاعك حتى لو انت عاوز تشتغل كاندرويد ديفلوبر. ولحد هنا بينتهي كورس النهاردة، واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.